انت شو مفكر حالك عملت؟ بلكي حكت لعمر شو صار. ما بظن انه رح يتفاجأ عمر، لانه هاي الوعى ولا شيء قدام شغلة الحريق. بلا تخريفك شوكت، لك انت وعيان على الحكي اللي عم تقوله؟ امي انا بدي اخلص من مرتي لو شو ما صار، تمام؟ يعني معقول انت تتفاجئي مني؟ لك شو هالجنان هاد يا شوكت؟ انت من كتر ما انك متوتر ما عم تعرف شو عم تقول. اللي صار كان حادث. ايه صح انت دفشتها، بس ما قصدك. لا تتعبي حالك على الفاضي، ما كان حادث ولا من يحزنون. دفشتها لمرتي بايدي حتى تموت. ايه مو حادث، هي مرتي وبساوي اللي بدي اياه معها. قلت لي دفشت مرتك؟ شو عملت بامي ولك؟ لك قلي شو عملت؟ شو عملت؟ واطي داني. شوفك امي، بترجاكي لا تخبي عني شيء، يلا احكي لي شو صار. امي شو صار لك؟ وقعت ومرقت خلاص. بابا ما هيك؟ بابا داني. ميسون انت خليكي هون ماشي. تعال هون لشوف، انت اليوم رح تموت على ايدي. تعا تعا يا واطي. انا بفرجيك وعم تضربني كمان. داني داني وقف خلص. داني شو عمل بامي؟ ما شفته. تعا داني داني فهمنا داني، اترك هذا الحجر من ايدك. عيب لك عمي، ما شفت شو عمل هالحقير بامي. داني اسمعني ولك، هاي اخر مرة بتأذيها، وإلا والله بموتك. سمعت؟ موتك عم تفهم؟ واطي جاي لدافع عن امه هالواطي. شوكت حاش شوكت، خلصنا لك، ما بيكفيك ولدني، هاي اخر مرة بسمح لك. انت شو رح تعمل عمر؟ ها؟ بدك تخبر عني مثلا؟ وصية ابي اوعك تنساها، قال لامك اصحك يتطلقوا من بعض، فانت شو رح تساوي هلأ يا عمر؟ ها؟ جاوبني يا دكتور. انساك. الرايحة والجاية بيضربني. ما عم يعامل امك منيح؟ انسي. كل مين عنده مشاكله بعائلته، الظاهر ما في حدا مبسوط. مبسوط؟ بعائلتنا ما بنعرف معنى هالكلمة ابدا. لا تبالغ، يعني بدك تقنعني انك عشت طفولة تعيسة؟ يمكن. هلا اذا امك وابوك مختلفين وانت كنتي منبوذة، يا ترى طفولتك رح تكون سعيدة؟ هلا انت عن جد داني، ولا بعد ما ضربك ابوك دخلت بغيبوبة؟ في شي سيء عن السعادة قلك شو بيكون؟ انك ما فيكي تشتريها بمصاري. بصراحة هلا بلشت تحكي مثل داني اللي بعرفه منيح. ليكي سيلين، مشان القصة اللي صارت بيني وبين ما بابا. ما تقلق ابدا، ما رح اقول لحدا. شكرا لك، يسلم. الله يوفقك، امنتي لي الادوية اللي وصيتك عليهم؟ ايه تمام ممتاز، انتي وصلتي على الحديقة، انا شوي وبكون عندك، انا نواحي البيت. تمام. طيب لازم امشي. تمام. شوفك. ايه مجد، موبايلي رح يخلص شحنه، يلا احكي بسرعة. حبيبتي انا لازم شوفك ضروري كتير. ما فيك تشوفني اليوم، رح نطالع بابا المساء. لك جوري بدي شوفك شوي وبكون صرت عندك، نحنا لازم نحكي اليوم، عم تفهمي علي ما؟ ليش هيك عم تحكي؟ صاير معك شي؟ رح احكي لك كل شي،
رح احكي لك حبيبتي. الو يولا، فيني افهم ليش طلعتي من المستشفى؟ بابا انشغل باله عليكي. مو مهم وين رحت، المهم كلكم ترتاحوا. هلا رايحه نزل لبطني واخلص. لوين حتروحي؟ رايحه فورا على الجزيره، بدي نزل اللي ببطني. ذنبي برقبتكم. يولا سمعتي؟ عمر بيك اللي ما حرك ساكن هو وداني، وهديك الواطيه سلاله اختك سيلين. ان شاء الله بموتوا بترتاحوا مني. وليش قويه؟ والله بينخاف منك يولا. انا بفرجيهم بالوقت اللي انا عمود كل مين عايش مرتاح. ما رح استنى داني بيك الواطي ومزاجه. شوي وبتشوفي كيف الايام رح تقوم. معلش خلي عمر بيك يتعصب. اعطيني الابره وخلصيني. اسمعيني يولا، انا جاي بيوم اجازتي كرمالك، اذا صار لك شي ما بتحمل مسؤوليه، مفهوم؟ رح موت من وجعي، خلص فهمت. اذا ضليتي بهالعقليه اكيد رح تموتي. جوري شو اللي عم تعمليه انتي؟ كيف بتقدري تضلي ساكتة على الشي اللي عم بصير بهذا البيت امي؟ شلون؟ كيف ساكتة على عمايل شوكة اللي عم بتصير قدامك؟ جاوبيني، لازم ناخد ميسون على المستشفى بأسرع وقت. ايه ولا يهمك رح ناخدها، ابقى لما بتحكي معي وطي صوتك. لا، صار وقت احكي وبصوت عالي بهذا البيت لحتى تفهموا. في مجال ما تضلي طامرة راسك بالرمل؟ ابنك وحفيدك وهديك الست يلي ما رح تتقبليها بحياتك، انت اساسا ما بصير تضلي ساكته على الشي اللي عم بصير بيناتهم. ما تحكي معي بهالطريقه لو سمحت عمر. وصلت مساعده توليب خانم. مساء الخير. عمر بيك ممكن شوي بس؟ اي جوري انا جاي فورا. انا رايح شوف شو بدها ومنكمل حكينا. عمر عشقان، عشقان وحدة تانية، البنت أصغر منه، في فرق كبير بيناتهم بالسن، وهي بتحب واحد تاني. أخ يا ربي دخيلك، مو معقول، مستحيل. هي أهلين يا خانم. أنا رح يجيني ضيف المساء، بس اسمعيني منيح، انا اللي رح اعمل الاكل وانتي لا تحومي كتير حوالينا. بتحبي طالع لك طقم الفضه؟ ما في داعي، عمر ما بحب الفضه.